أداة قتل، ومات منها ناس واحترق منها ناس وتضرر منها ناس، أملاك وأفراد تضرروا. إضافة لذلك رأينا قطع الطرقات الحيوية في البلد. أنا أسأل سؤال، لو حصل هذا الفعل في بريطانيا ما الذي سيحصل؟ لو حصل هذا الفعل في فرنسا ما الذي سيحصل؟ وحصل في فرنسا وبريطانيا، مصلحة بريطانيا العظمى، بريطانيا في أربعة أيام أخي، أربعة أيام قال رئيس الوزراء البريطاني، قال طلب من مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان لا تدخلوا في هذا الشأن، هذا أمن قومي. ثم بدأت المحاكمات في أربعة أيام، قضي الأمر وحكموا وأصبحت المسألة منتهية. طيب يعني أين البحرين؟ أليست البحرين أيضا دولة مؤسسات كما هي بريطانيا؟ ألا تستطيع أن تفعل ذات الفعل؟ ألا تستطيع أن تحاكم في أربعة أيام؟ أم أنها من الممكن أن تحاكم وتتراجع في أحكامها؟ أنا حقيقة أقول لك على شيء. أنا سألت أحد الأطراف الذين على اطلاع بالموضوع من جهاز من أجهزة الدولة، جهاز من أجهزة الدولة، سألت مباشرة، قلت يا أخي أليست هذه الأسلحة وهذه الأدوات المستخدمة تصنف على أن تصنف، عندنا قانون اسمه قانون الإرهاب، وعندنا قانون الأحكام الجنائية، استخدام السياخ والقتل والشروع في القتل بل والقتل العمد والدهس بالسيارات وقطع الشارع بأساليب، هناك عندنا السلاسل، ثم أتت المسامير، ثم أتت الأسياخ، ثم أتت الإطارات، ثم بعد ذلك قضية أخرى وهي قضية المولوتوف والاستخدام المولوتوف، السلندرات واستخدام السلندرات، أليست هذه منصوص عليها مجرمة في القانون البحريني؟ قال بلى. قلت طيب لماذا لا يقبض على من يرتكب هذه الأفعال ويحاكم، يعني يدخل في نظام المحاكمات؟ ماذا رد علي؟ قال يا أخي إذا كل واحد مسكناه ودخلناه النيابة العامة كم ستأخذ الدورة، دورة المحاكمة حتى يحاكم ويصدر عليه، يصدر عليه حكم؟ لاحظ فعلتها بريطانيا في أربعة أيام، في أربعة أيام. نعم هاي بريطانيا. المشكلة إذا قلتك يعني المشهد البحريني يصلح أن يدرس في جامعات، الجامعات السياسية أو الكليات، كليات السياسة والعلاقات الدولية، والقانون أيضا يصلح أن يطبق عليه أو تدرس الحالة البحرينية على أنها نموذج للدولة الرخوة، نموذج للدولة الرخوة. إضافة لذلك وجدنا أيضا من الطرف، أيضا في طرف الحكم، وجدنا خلال هذه المرحلة انعزالا تاما للحكم أو شبه تام، يعني بدليل، وهذه إشكالية حقيقة حصلت، بدليل أنه الشعب، الشعب بشقيه، صاحب المشكلة، الفاعل في المشكلة وهو الطرف، يعني طرف ولاية الفقيه أو من نسميهم يعني المعارضة، والطرف الآخر حتى المصنف على أنه موالاة، ينتظر التفسير والتفهيم والخطاب من جهات دوائر صناعة القرار في الحكم، لا يوجد، لا أحد يتكلم معه، ولذلك تدخل ماذا؟ تدخل التفسيرات، وتدخل الاضطراب الفكري والاضطراب الاجتماعي في المجتمع، وتدخل الإشاعات. والبحرين بسبب هذا الانعزال عن التخاطب مع الشعب المباشر، لأن جهاز إعلامنا، جهاز الإعلام الرسمي في البحرين أثبت أنه جهاز فاشل بامتياز، فاشل بامتياز، لأنه يغرد في جهة والأحداث كلها في جهة أخرى. ولذلك جاءت قنوات أخرى، أنت ذكرت أنه يعني يشاهد الفرقاء في بعض القنوات ذات الأجندات، صفا ووصال على سبيل المثال تصنف على أنها ذات أجندة، قنوات مثل العالم وبرس تي في وغير تصنف على أنها أجندات، أصحاب أجندات. إذا نحن اضطررنا اضطرارا أن نتكلم في قنوات أخرى، لماذا؟ لأن الإعلام لم يناقش القضية حقيقة، أصحاب القرار ودوائر صناعة القرار لم يتكلموا مع الناس حقيقة، ولذلك عندما يخرج حقيقة، أنا أقول لك وزير الخارجية كذا مرة خرج، وزير الخارجية البحرين تكلم، فهم الناس على الأقل شيء، حقيقة هناك من اعترض عليها لكن هناك من تكلم، وزير الداخلية خرج وتكلم في أكثر من مشهد، ارتاحت الناس. الداخلية أكثر جهاز الذي يدير المشهد الآن، وهنا الإشكال الحقيقي، الذي يدير المشهد قلنا تكتيكيا وزارة الداخلية تدير المشهد البحريني، وهذا ليس عاملا صحيا، لأن الإدارة يجب أن تكون سياسية وليست أمنية. الأمر الآخر أو الإشكالية التي وقع فيها الحكم، السبب الحقيقي وراء لما قلنا قضية مصادرة الثروات، هناك إشكال حقيقي جدا ويقع فيه حكام الخليج، وتحديدا أربع دول خليجية هي الأكثر في هذا الموضوع، البحرين أولا، ثم قطر، ثم الإمارات، ثم عمان، شريط النفط، هي المشكلة العقارية أخي، المشكلة العقارية مشكلة. أنا عندي تقرير
وهذا التقرير أنا أنصح المشاهدين الكرام أن يرجعوا إليه وحتى أصحاب القرار. هناك منتدى في لقاء سنوي، اللقاء 33 لمنتدى التنمية الخليجية، حصل في قطر في الدوحة في أول بداية هذا الشهر. هناك ورقة قدمها الدكتور عمر الشهابي مدير المركز، مدير المركز، أعتقد أن هذه الورقة يجب أن توزع على أصحاب القرار. اسم الورقة: سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني، وهذا مشروع كتاب اسمه مشروع اقتلاع الجذور. هذا الكتاب أو هذا التقرير أنصح به أصحاب القرار، لأنه تكلم على مشكلة هي مشكلة الخليج، خاصة شيوخ الخليج، فيما يتعلق بسبب الوضع الدراماتيكي الذي يعيش فيه الخليج الآن منذ العام 2000، عقد كامل يعني الآن، هي الجانب العقاري والتجارة بالعقار، لأن الخليجيين خاصة من منظور الاقتصادي أرادوا تنويع الاقتصاد. البحرين أرادت تنويع الاقتصاد عبر أن البحرين لا تحسب من الدول النفطية الآن، لأن النفط عندها قليل جدا، لكن عندها صناعة تكريرية، صناعة تحويلية، وعندها أيضا الصناعة المالية والتي تضررت كثيرا بأسباب الأحداث الآن خلال سنة، ثم يعني هي مركز مالي، والآن يستلب من عندها من قبل بعض دول الخليج، دبي على سبيل المثال، قطر على سبيل المثال، يستلب منها رؤوس الأموال لأن تتحول إلى تلك الدول بسبب الأزمة السياسية الموجودة البحرين. الأمر الثالث العقار. الكل يشهد على مستوى الخليج أن هناك أزمة عقارية في الخليج. ما هي مشكلتها؟ مشكلتها الحقيقية أن هذه سياسات متوجهة، وجدوا قرار منذ العام 2001 أنه لابد من مشاركة المشتري الدولي. وحقيقة المشروع العقاري الخليجي في 4 دول هذه، الكويت مترددة، المملكة العربية السعودية مترددة في الموضوع، ولكن المشكلة العقارية هذه مشكلة ستتأثر بها دول الخليج ديموغرافيا، بمعنى وفود ستأتي توزيع السكان تعيش، ونحن نعيش اليوم في هذه الأماكن مدن داخل مدن، مدن داخل مدن جديدة، أبر هايت جديد، فصل طبقي، ليس فصل عنصري، فصل طبقي جديد يحصل في الخليج لا يشعر فيه الخليجيون إلى الآن. وهذا ما حذر منه كثير من الاستراتيجيين على رأسهم دكتور عبدالله النفيسي عندما تكلم عن قضية لماذا لا تنفصل دبي بعد سنوات مثلا من الآن، تنفصل دبي ويطلب هؤلاء، يطلب الحكم الذاتي. المشكلة هي في تجارة العقار. العقار منذ 2001 بدأ يصبح من جنس أو من ضمن الأطر الاستراتيجية في القرار الاقتصادي أو في الخطط الاستراتيجية. هذه المشاريع وضعت في صلب تطلعات هذه الدول، ولذلك خرجت لدينا نظريات تسمى هي رؤى اقتصادية، خرجت في قطر وفي البحرين 2030، وكلها موضوعة من أجانب. في دبي خرجت 2015، كل هذه المرئيات هي من وضع وسياسة وسيناريوهات أجهزة أجنبية أصلا. إضافة لذلك تحدث خللا سكانيا. أخي لما أقول لك على سبيل المثال الرؤية الاقتصادية البحرينية 2030، على فكرة الرؤية الاقتصادية البحرين 2030 الشارع، رجل الشارع في البحرين لا يعرفها، بل يعني أقول لك بكل صراحة بعض الأطراف أصحاب يعني دوائر القرار الإدارة الوسطى في الحكومة لا يعرفون الـ 2030 هذه. المهم هذه الرؤية الاقتصادية تعمل على العقار الكبير، عقارات ضخمة جدا بل لم يحلو بها، وهي على فكرة متفردة في الخليج فقط. في الخليج فقط، لا يوجد في العالم. رأينا في دبي مثلا، دبي منها، أنا أقول لك دبي منها. 2030، لاحظ 2020 رؤية 2030 2030 البحرينية كلها في الرؤية العقارية، قالوا كله بالآلاف، قالوا أنهم خلال 2030 سيبنون 60,000 وحدة. نعم، 60,000 وحدة سكنية عقارية، ستستوعب 180,000. الخليج ككل، الأربع دول هذه ككل، عدد الوحدات المبنية التي يراد بناءها المشروع إلى 2030 1,300,000 وحدة، ستستوعب 4.3 مليون، في حين تعداد هذا الشريط النفطي من البحرين، قطر، الإمارات إلى عمان 3.6 مليون. الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح.
ما المقصود بهذا التفاوت في العدد؟ هل هناك نية إلى إعادة توزيع ديموغرافي في المنطقة؟ وما تحمله هذه الرؤية من مخاطر التجنيس وما إلى ذلك؟ سنحتاج إلى إيضاح فيها بعد فاصل قصير. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. عودة جديدة لهذا البرنامج اللي اعتاد أن يضع